السيدات اللي ما عندهم مشكل في البشره ديالهم ولكن باغيين يهتموا بها، السيدات اللي عندهم بشره عاديه لكل انواع البشره، غادي نقدم لكم اليوم هذه المجموعه اللي غادي تهنيكم. الا كنتو تتسائلوا اش من برودوي نشريو، اش من واحد نسبقو، اش من واحد نوخرو، فهذه المجموعه تضمن لكم عنايه كامله وشامله من الف الى ياء للبشره ديالكم. اللي تعجبني في هذه المجموعه وانا شخصيا تستعملو بزاف وتعجبني بزاف، الا عقلتو حتى في سكسيس نايت كندير دي فيديو ديالو قبل من لا سواري، لان الا كنتو معروضين بحال في الليل هذا الشيء يعني تيتاسجوس حيله ديروا هذا في النهار، انه الغزال سان ماسك اللي فيه الماء تضمن الرطوبه والترطيب عفوا والتغذيه للبشره ديالكم، وطبعا فيه نسبه مهمه من الالوي فيرا، الشيء اللي تضمن لكم يعني تغذيه كامله للبشره ديالكم. غير اول مره انا استعملت هذا ما استعملتوش بالطريقه الصحيحه، ودائما ما تتفوتنيش الفرصه باش نوريكم كيفاش تستعملوا. هو ماسك طبعا ما تيكونش على العينين، فيه البليصه ديال العينين وفيها فيه البليصه ديال الانف والفم، غير هو راه فيه جوج ديال الغطاوات، الغطا الاولى تتحيدوها هي الاولى، تديروا الماسك على وجهكم هكذا، وعاد باش تتحيدوا فاش تحطوا على وجهكم تتحيدوا الماسك، الغطا الثانيه تولي هذا بحال بشره ثانيه على الوجه ونائمة، وخلوا واحد واحد المده زمنيه عاد باش حيدوه، تضمن لكم ترطيب مهم للبشره ديالكم، وتقول بيا غزال هذا الماسك انا بعدا تيحمقني وما تفوتنيش الفرصه انني نديرو، واخا غير مره في الاسبوع البشره ديالي تترتاح غير ما تترتاح. لاكام تتقترح عليكم، وهاد المجموعه تتقترح لكم كيف ما قلت لكم كل ما يخص بالعنايه البشره اليوميه والاسبوعيه، الماسك مره في الاسبوع، لكن كذلك كاين هذا الاكسفولييتور او لو قماش مقشر، الا ما كنتوش عندكم لو سكراب لا الوسخة، فهذا بحاله حتى هو تيضمن لكم نفس الفعاليه، يعني انه تيقوم بتقشير ناعم على البشره، محرش يعني لين، وتيضمن لكم انكم تستافدوا من المواد اللي غادي تجي من بعد في هذه المجموعه في هذا لاكام، بحال لو ماسك. دونك لو ماسك باش تستافدوا منه اكثر ديروا هذا الاكسفولييتور قبل منه، لانه هذاك الشيء كله غادي يدخل بعمق للبشره ديالكم. كاين هذا حتى هو لو تونر، يعني في الليل فاش تحيدوا المكياج ديالكم تغسلوا وجهكم استعملوا لو تونر. علاش؟ جوج حوايج، اولا الماء اللي تنستعملوه باش نغسلوا وجهنا تيكون عامر بالكالكير، وبالتالي ينضمشي شويه البشره ديالنا وما تيخليهاش لينه بالطريقه اللي خاصها تكون فيها. فالتونر تيحيد الباقي ديال الدم اللي بقى، حيت وين بدا تبقى شي حاجه ديال المكياج ولا ديال المواد الدهنيه ولا دسمه في البشره ديالنا، التونر تيحيدو، تيبين لنا بان تيحيدو وتيعطي نشاط للبشره، يعني تيوجدها انها تنفس اكثر وتعيش احسن في مده ديال الليل. تتعرف ان الليل البشره ديالنا تتنفس، وعاد باش تاخذ كل ما خصها من مواد مهمه باش تغذى بها. فالتونر مهم جدا، وتيكون هذيك الحلقه الفاصله ما بين نظافه الوجه والعنايه بالوجه. كاين كذلك لو دي لوشن هو كل نهار مع الصباح تنحتاجو التغذيه ديال الوجه ديالنا قبل من السان سكرين، يعني الحاجب ديال الشمس او ليكرون سولير. فدي لوشن تيضمن لنا التغذيه للوجه ديالنا عاد باش نديرو السان سكرين. كاين الاكتيفيتور، هذا سان سيروم، كنا عرفنا بان مؤخرا عرفنا بان السيروم عنده خصوصيه اكبر واكثر من الكريم. لو سيروم تيدخل البشره اكثر من لا كريم، فالسيروم كما تنشوفوا في لي بلوك ديال لي انستغراموز لي انفلونسوز، دائما لو سيروم تيسبق
المكياج. علاش؟ لانه تيضمن بان هذاك المكياج تيشد النهار كامل، تيضمن باننا تغطيو البشره ديالنا قبل من المكياج وتنعزلوها من يعني حوايج خايبين اللي كاينين في المكياج. فلو سيروم تغذيه ترطيب وعنايه بالبشره بعمق، فريمون بعمق ومزيان قبل من المكياج. عندي واحد السيروم واحد اخر غادي نوري لكم من بعد، لكن ما دخلش في هذا لا غام بلو. باقي لينا في لا غام بلو غير لو اي كريم. تعرفوا بان المحيط ديال العينين هو عنده بشره حساسه جدا جدا، فهاد لا كريم خدات بعين الاعتبار الحساسيه الفائقه ديال هاد لو كونتور دي زيو. تعرفوا بان هاد المحسسات تلمو فخاجيل ورطبه، اننا تنسوا انك ما نستعملوش هاد الاصبع، بل هاد الاصبع اللي تيكون حنين شي شويه على هاد البشره هادي. فهاد الاي كريم فيها مكونات خاصه بهاد البشره الرقيقه والحساسه ديال العينين. فعليكم بهاد لا غام الكامله، ما بقى عندكم حتى شي عذر باش ما تستعملوش او ما تعتنوش بالبشره ديالكم. شوف خسرت لو ماسك، لان هاد لو ماسك هو ضروري جدا. انا تنقول خديتو هاد المجموعه ولا ما خديتوهاش، لو ماسك ضروري خاصو يكون عندكم لعنايه اسبوعيه بالبشره. هاد المجموعه خاصه للسيدات اللي تتحير شنو دير شنو تاخذ، تضمن لكم كل شيء هاد المجموعه.